دي دايما مقومات النجاح. مقومات النجاح هو اهتمام القيادات بالتنفيذ. فكون النادي الأهلي مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب والمجلس بالكامل وافق لتاني سنة متتالية بالتكاليف الباهظة اللي تولاها، وانه في اقتراح انه هو ممكن ياخد السنة الجاية كمان من دلوقتي، اعتقد ده هو اساس النجاح. نمرة واحد، عشان بتستقطب السبونسرز او الرعاة. نمرة اتنين، انك انت بتربي كوادر قادرة على التنظيم. مكونات التنظيم البنية الاساسية، احنا الحمد لله في النادي الاهلي عندنا صالة جميلة، الصالة التانية اجمل، الامكانيات تمنا اعتمدناها السنة اللي فاتت واللي قبليها، مفيش اي مشكلة من ناحية الامن. الامن عامل قواعد، طلبنا زيادة، الضمانات موجودة، المكان محاصر. اعتقد بالسيطرة على ان اللي داخل بامكانيات معينة بظروف معينة، دي قصة امن، فاعتقد دي رسالة لازم نعملها. الاعلام قوي جدا، اهم من ده ومن ده ان الناس الافارقة او اللي مش مصريين اللي جايين يزوروا بيشوفوا مؤسسة كبيرة. وبالمناسبة دايما انا اقول ان في افريقيا او في العالم ما فيش نادي